استمراراً لجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في بسط الأمن والأمان على مستوى جميع مناطق إمارة الشارقة، تتواجد اليوم لدينا الدراجات الهوائية لكي تعزز أيضاً وجودها لفرض سلطة القانون في خاصة في أوقات التعقيم الوطني، حيث تتواجد هذه الدراجات الهوائية جنباً إلى جنب الدوريات الأخرى في المناطق السكنية والشوارع العامة، وأيضاً بالقرب من الحدائق، وأيضاً بالقرب من الجمعيات التعاونية لكي تعزز وجود الدوريات. ومن اختصاصات هذه الدوريات اليوم هي النصح والإرشاد وأعمال التوعية، وأيضاً المخالفات التي تم إصدارها بناء على قانون النائب العام بخصوص الخروج في أوقات التعقيم الوطني التي تمتد في خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10 مساء ولغاية 6 صباحا. ونناشد أفراد المجتمع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئات المختصة في خلال هذه الأوقات بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في أوقات الضرورة. بقاؤك في المنزل يحميك ويحمي مجتمعك.